طيب على مستوى متابعتك للبطوله لغايه دلوقتي بالنسبه لحراس المرمى، احنا شايفين يمكن دونا روما الحارس المرمى منتخب ايطاليا بيقدم بشكل اكتر من رائع مع المنتخب الايطالي بشكل عام. رؤيتك لغايه دلوقتي، يعني احنا لسه ما دخلناش في الادوار القويه دور ال 16 والنوك اوت، لكن رايك في مستوى حراس المرمى في البطوله لغايه دلوقتي؟ I think the level is high. أعتقد أن المستوى عالي إلى حد كبير. أنت على حق فيما يتعلق بحارس مرمى إيطاليا، فهو حارس مرمى جيد جدا وعلى مستوى عالي ولديه مستقبل باهر أمامه، ولكن ليس فقط الموضوع متعلق بحارس المرمى، الموضوع متعلق بالفريق ككل، فهم لا يضعون في الاعتبار فقط الأهداف وحارس المرمى، هو أداء الفريق بشكل عام وأداء حراس المرمى. وأنا متشوق لأرى المباريات الأخرى، فأعتقد أن سيكون هناك أداء أعلى في كل مرة، وسنرى من سيقدم الأداء الأعلى فيما يتعلق بحراس المرمى.